السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه اللي غادي نديرو فيها مجموعين الانبوكسين الايفون اس اي 2020 اللي خرج في شهر 4. لا فيرسون اللي ما بين يدي فهي الموجهه للجلوبال ماركت. انا اختاريت لا كولور نوار، كاباسيتي ديال الديسك 128 جيجا، وبيان سور كاملين فيهم 3 جيجا في الرام. قبل ما ندوزو الانبوكسين بغيت نقول لكم باللي التيست ديال الكاميرا الخلفيه والكاميرا الاماميه غنخليه لكم في الاخر ديال الفيديو. وبالنسبه علاش بالضبط اختاريت هذا التليفون وما اختاريتش تليفون واحد اخر، وعلاش ما خديتش كاميرا بروفيسيونيل بالنسبه للفيديو اللي كندير في يوتيوب، غندير لكم فيديو ان شاء الله حتى هو ونوضح لكم علاش بالضبط هذا التليفون وماشي شي حاجه اخرى. ندوزو الانبوكسين. اذا كيف ما كتشوفوا في التليفون كيجي فيه البروسيسور الاخر البايونيك A13، هو الميم اللي كاين في الايفون 11 برو. الكاميرا الخلفيه فيها 12 ميجا بيكسل كتصور بال4K و1080، وبالنسبه للكاميرا الاماميه 7 ميجا بيكسل وكتصور غير بال1080 فقط. والكرون ديالو فهي صغيره 4.7 بوص ريتينا LCD، ريزولوشن صغيره ولكن الدقه ديالها 326 PPI. بيان سور تليفون كذلك كتجي فيه لا فيرسيون الاخرى ديال الواي فاي والبلوتوث، وكيدعم لي ان اف اس والجي بي اس. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في هذا التليفون هذا فهو الباتري، اللي السعه ديالو 1821 ملي امبير، اللي ما كافياش بالنسبه للناس اللي كتلعب لي جو او اللي كتصفح بزاف وكتخدم التليفون بزاف. قبل ما نسالي لا فيديو بغيت نوجه تحيه للاخ محمد عاهد ولعبد الحق مومو اللي كانوا غيساعدوني باش نشريه من يونايتد ستيت، مي نظرا للظروف اللي كاينه وبزاف العوامل ما خديناش، مي سهل ربي وخديته بطريقه واحده اخرى. بالنسبه للتيست ديال لي كاميرا غتلقاه هنا. تلقاو في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.